الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء بنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أعطاه الله جوامع الكلم وفجرت له ينابيع الحكم، فهو إمام البلغاء وسيد الفصحاء ورائد الأدباء، صلوات الله وسلامه عليه. وارض اللهم عن أصحاب النبي، لقد كانوا بالليل رهبان وبالنهار فرسان. وارض اللهم عن التابعين وأتباع التابعين وعن العلماء العاملين وعن الأئمة المهديين، احشرنا معهم يا ربنا يوم الدين. وبعد، باب الاستثناء. ايوه، الاستثناء بإلا. نعم. من المنصوبات المستثنى في بعض اقسامه. نعم. شروط وجوب النصب على الاستثناء. جميل. نعم. والحاصل انه اذا كان الاستثناء بإلا وكانت مسبوقة بكلام تام موجب وجب بمجموع هذه الشروط الثلاثة. نعم. نصب المستثنى. هذا كلام جميل. نحن نعلم أن أدوات الاستثناء كثيرة، منها إلا ومنها غير ومنها سوى ومنها سواء وما خلا وما عدا وما حاشا ولا يكون، إلا أن الأم هي إلا، لأن إلا لها أحوال كثيرة، فهي أم الباب. إلا أم الباب، وكان هي أم الأخوات أو الأخت الكبرى، وإن هي الأخت الكبرى لأخواتها. أنتم تعلمون كان وأصبح وأضحى وصار وأمسى وبات وظل وليس وما وأمسى وما زال وما فتئ وما انفك وما برح وما دام، لكن الأخت الكبرى هي من؟ هي كان. وإن وأن وكأن ولكن ولعل وليت، لكن الأم هي إن. وكذلك إلا هي أم الباب. أولا ننظر إذا كان الكلام، إذا كان المستثنى بإلا، وأحب أن أشير إلى شيء مهم، وهو ما قبل إلا يسمى مستثنى منه، وما بعدها يسمى مستثنى. حينما أقول قام القوم إلا زيدا، فالقوم مستثنى منه وزيد مستثنى. إذا كان الكلام تاما، معنى تام يعني ذكر المستثنى والمستثنى منه. إذا كان الكلام تاما موجبا، موجبا يعني لم يسبق بنفي ولا نهي، ففي هذه الحالة وجب نصب المستثنى. هذه قاعدة جميلة مهمة. متى يجب نصب المستثنى بعد إلا؟ يجب يعني لازم. والجواب على هذا، يجب نصب المستثنى بعد إلا إذا كان الكلام تاما موجبا. تقول قام القوم إلا زيدا، فزيد هنا منصوب على الاستثناء بعد إلا. لما؟ لأن الكلام تام وهو كلام موجب، ومن هنا يجب
نصب المستثنى، فتنبهوا إلى هذا. نعم. وجب بمجموع هذه الشروط الثلاثة نصب المستثنى. أيوة. سواء كان الاستثناء متصلا. نعم. نحو قام القوم إلا زيدا. نعم. وقوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم. قام القوم إلا زيدا، لا شك إن زيد من جنس المستثنى منه، من جنس القوم، وهنا كلام تام وكلام موجب، فوجب نصب المستثنى. واقرأ معي قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا. لما نصب قليلا؟ لأنه مستثنى، والكلام هنا تام. أين المستثنى منه؟ فشربوا منه إلا قليلا. شربوا والجماعة وهنا كلام موجب لأنه لم يسبق بنفي، ومن هنا وجب نصب المستثنى. نعم. أو منقطعا كقولك قام القوم إلا حمارا. قام القوم إلا حمارا، ولا شك إن الحمار ليس من القوم. هل هو من القوم؟ أو ربما يكون من قوم الحمير، يعني إيه؟ قام القوم إلا حمارا، لكن أرد بالقوم الناس. قام القوم إلا حمارا، هنا استثناء منقطع. لماذا؟ لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، ومع هذا نصب، وجب نصبه. لماذا؟ لأنه كلام موجب. هذا ما يتعلق بالكلام التام المثبت بعد إذا كانت أداة الاستثناء هي إلا. هذه هي الخطوة الأولى، فتنبهوا إليها. نعم. ومنه في أحد القولين قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. نعم. إلا إبليس. فسجد الملائكة، الملائكة كما تعلمون هي أجسام نورانية، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون، يعبدون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما مسكنهم فمنهم من يسكن السماوات، ومنهم من يسكن الأرض، ومنهم الحفظة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ومنهم الكتبة، ولقد وكل الله ملائكة، كلف الله ملائكة يحفظون بني آدم. من؟ من الجن. وهل الجن عليهم حفظة؟ قيل الجن عليهم حفظة كبني آدم، فأرجو أن تتنبهوا لهذا. فالله تعالى يقول فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إبليس هنا نصب. هل إبليس من الملائكة ولا من جنس ولا من غير جنس الملائكة؟ هو الأصح من غير، وإن كان فيها خلاف طويل، ومن أراد المزيد فعليه بمفاتيح الغيب للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى، فقد بين ذلك بالتفصيل في سورة الكهف في قوله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، بين ذلك بالتفصيل. وهل إبليس كان من الملائكة وفسق أم من الجن؟ لكن في آية تقول كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وأن إبليس له ذرية، والملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون، فإذن إبليس ليس من جنس الملائكة، ومع هذا نصب. على أي أساس؟ إذن الاستثناء هنا متصل ولا منقطع؟ منقطع. لا منقطع، لأن إبليس أما القول القائل إن إبليس كان من الملائكة ثم خرج يكون الاستثناء متصل. ومن أراد المزيد فليذهب إلى هناك، فقد تولى الإمام بيان ذلك بالتفصيل. نعم. ف...
فلو كانت المسألة بحالها أيوة. ولكن الكلام السابق غير موجب أيوة. فلا يخلو إما أن يكون الاستثناء متصلا أيوة. أو منقطعا. جميل. نعم. فإن كان متصلا جاز في المستثنى وجهان. نعم. أحدهما أن يجعل تابعا للمستثنى منه. صح هذا. على أنه بدل أيوة. منه بدل بعض من كل. جميل. عند البصريين. نعم. أو عطف نسق عند الكوفيين. نعم. الثاني نعم. أن ينصب على أصل الباب وهو عربي جيد. الله. نعم. والاتباع أجود منه. مسألة مهمة. تكلمنا أولا عن المستثنى والمستثنى منه، وبينا أن الكلام إذا كان تام موجب وجب نصب المستثنى بعد إلا. قام القوم إلا زيدا. واضح هذا؟ فإن كان الكلام تام يعني ذكر المستثنى والمستثنى منه، إلا أنه منفي يعني غير موجب، فما الحكم؟ الاستثناء متصل إلا أنه غير موجب. في هذه الحالة جاز في المستثنى وجهان. مرة أخرى، يعني إذا كان الكلام تام، تام يعني ذكر المستثنى والمستثنى منه وغير موجب يعني منفي، منفي، في هذه الحالة تقول مثلا ما قام القوم إلا زيد يصح، ما قام القوم إلا زيد يصح. لماذا؟ أولا الكلام هنا منفي، ما قام، والكلام هنا تام، ذكر المستثنى منه وهو القوم، وذكر المستثنى وهو زيد مثلا. ففي هذه الحالة لك في المستثنى وجهان، الأول أن يعرب بدل، ويتبع ما قبله في الإعراب، بدل بعض من كل، كما تقول أكلت الرغيف ثلثه، فالثلث بعض من الرغيف. تقول ما قام القوم إلا زيد، فما إعراب زيد بالرفع؟ زيد بدل بعض من القوم. أو إلا أداة استثناء، أو إلا تكون كأنها في حكم حرف العطف، وإذا كأن زيد معطوف على ما قبله عطف نسق، كأن فيها قولة. لكن المعروف لنا إن زيد يعرب بدل ويصح النصب. تقول ما قام القوم إلا زيدا وجهان. أقول ما مررت بالقوم إلا زيد، على أنه بدل، وإلا زيدا. واضح هذا؟ هذا القول. لكن على كل حال ورد ذلك، ورد بالنصب وورد بالإتباع، لكن قالوا الإتباع أجود، الإتباع أجود من النصب. تجعل زيد بدل بعض من القوم، بدل بعض من كل. وأنتم تعلمون أن البدل أنواع، ولذلك ابن مالك يقول كزره خالدا وقبله اليد وعرفه حقه وخذ نبلا مدى. هذا بيت جميل. زره خالدا، نعرب خالدا بدل كل من من؟ من الهاء، من الضمير في زره. زره خالدا. قبله اليد، اليد بدل بعض من الهاء في قبله، الله يفتح. قبله اليد. اعرفه حقه، حقه بدل اشتمال من الهاء في اعرفه. خذ نبلا مدى، النبل معروف آلة يصاد بها، والمدى جمع مدية وهي السكين، فكأنه غلط قال خذ نبلا مدى، أراد أن يقول خذ إيه؟ أراد أن يقول خذ مدى، فغلط فقال نبلا. تقول رأيت رجلا حمارا، أردت أن تقول رأيت حمارا، ولكن سبق اللسان
فقلت رأيت رجلا أكلت سمك اللحمة. والفرق أي مثال يصلح للغلط ويصلح للنسيان. تقول رأيت رجلا حمارا، ممكن يكون بدل غلط وممكن يكون بدل نسيان، لكن الفرق بين الغلط والنسيان هو أن الغلط يكون على اللسان والنسيان يكون في الجنان. فتنبهوا إلى هذا، الغلط يكون على اللسان والنسيان يكون في الجنان يعني في العقل. فائدة، قالوا لم يرد في القرآن ولا في كلام المعصوم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بدل الغلط ولم يرد بدل النسيان. في القرآن والسنة لم يرد فيهما بدل غلط ولا بدل نسيان، وإنما الذي ورد في القرآن بدل كل من كل أو بدل بعض من كل أو بدل اشتمال. اهدنا الصراط المستقيم صراطا صراط الذين بدل كل، صح هذا وهكذا. نعم فضل. الثاني أن ينصب على أصل الباب وهو عربي جيد. نعم. والإتباع أجود منه، ونعني بغير الإيجاب النفي والنهي والاستفهام. جميل جدا. نعم. مثال النفي قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم. ما فعلوه إلا قليل، قليل بدل من من؟ من فعلوه، عظيم، بدل بعض، صح هذا؟ بدل بعض من كل. لما قرئ بالرفع؟ معظم القراء يقرؤون بالرفع، لكن بعضهم يقرأ بالنصب. مين اللي بيقرأ بالنصب؟ أيوة، غير ابن عامر. انتوا فاهمين هذا؟ يعني حفص يقرأ عاصم، حفص عن عاصم يقرأ بالرفع، وحمزة لا، حمزة يا ابني بالرفع، حمزة بالرفع. ويروي عن حمزة من؟ خلف وخلاد. كل القراء، وأبو عمرو بيروي عنه الدوري والسوسي، كل هؤلاء يقرؤون بالرفع، إلا من؟ إلا ابن عامر، فقرأ ما فعلوه إلا قليلا. مفهوم هذا؟ فكأني أفهم من هذا أن قراءة الرفع يعني أكثر استعمالا، وقراءة النصب جائزة وهي لغة جيدة أيضا، بدليل أن ابن عامر من القراء يعني المعتبرين. الله يبارك فيك، صح، أيوة، ابن عامر الدمشقي، صح هذا. هؤلاء الناس طبعا نقلوا القرآن إلينا عزبا مسلسلة، يعني جميل، في روعة. ونسأل الله تعالى أن يرحم صاحب حرز الأماني ووجه التهاني الإمام الشاطبي رضي الله عنه. ذكر ذلك في بسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن الرحيما وموئلا، ثم أثنى على القراء وبين أنهم كانوا عظماء. ولذلك من أراد المزيد عن الإمام الشاطبي فعليه بكتاب نكت الهميان، نكت الهميان في نكت العميان للإمام الشاطبي، ترجمة فيه يعني ترجمة أو ترجمة المؤلف حياة الشاطبي وهو للصفدي، اسمه نكت الهميان في نكت العميان للشيخ صلاح الدين خليل ابن أيبك الصفدي، ترجمة للشاطبي وترجمة لابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس، وترجمة لابن عمر، وترجمة للسهيلي صاحب الروض الأنف. نكت الهميان
اللي هو كيس المال يعني، يعني كيس مليء بالجواهر ثم فرغه. نكت العميان في نكتي العميان، لمين يا سادة؟ للصفدي. فترجم للإمام الشاطبي حتى من الأشياء الطريفة، قال كان الشاطبي يسير يوما مع إخوانه، مع جماعة يعني، فتخلفوا عنه فوجده رجل فسب وشتم فلم يجبه، ثم قال له آخر اتركه، أتعرف من هذا؟ هذا هو الإمام الشاطبي، لا تقدر عليه. فلما حضر إخوانه وأخبرهم بما حدث، قال لهم لقيني رجل وسبني فلم أجبه. قالوا له ليس حولك أحد، إنه الشيطان، إلا أن الشيطان لم يقدر عليه. فعليكم بتقوى الله، فالتقى خير زاد للإنسان. يعني الإمام الشاطبي لقيه الشيطان ومع هذا لم يستطع أن يتغلب عليه. فضل. يبقى الخلاصة ما فعلوه إلا قليل، ما فعلوه إلا قليلا، وهما قراءتان صحيحتان، إلا أن الأول الإتباع أكثر. قرأ يعني معظم القراء السبعة بالإتباع على إنه بدل، وقرأ ابن عامر بالنصب، ما فعلوه إلا قليلا. نعم. قرأ السبعة غير ابن عامر بالرفع على قرأ السبعة غير ابن عامر، نعم، بالرفع على الإبدال من الواو فيما فعلوه، وقرأ ابن عامر وحده بالنصب على الاستثناء. جميل جدا. نعم. مثال النهي قوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. أيوة. قرأ أبو عمرو وابن كثير بالرفع على الإبدال. الله أحد. الله. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك وإلا امرأتك، لكن ابن كثير بيقرأ بالرفع إلا امرأته. ومن معه؟ قرأ أبو عمرو وابن كثير. أبو عمرو إلا امرأتك، وابن كثير إلا امرأتك، على أنها بدل. بدل من مين؟ من أحد. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، وقرأ الباقون إلا امرأتك. وكما بينا لغتان جيدتان. قرأ بالرفع أبو عمرو. قرأ أبو عمرو، عندك أبو عمرو، ها؟ أبو عمرو وابن كثير. وابن كثير بالرفع إلا إيه يا سادة؟ إلا امرأتك. والآخرون قرأوا بالنصب إلا امرأتك. الأكثرية لا مانع، ما هي لغتان صحيحتان، وهذا يدل على أن اللغة سهلة، يعني تيسير في اللغة. يعني لو قام الخطيب وقال على المنبر ما خرج الناس من المسجد إلا رجل، قال إلا رجل، هل تعيبه؟ قال ما خرج الناس من المسجد إلا رجلا، يصح؟ لكن لو قال إلا رجل هذا عيب. وكثير يخطئون، وبينهم وبين اللغة العربية عداوة، وأن اللغة لجأت إلى الله واستجارت بالله، وكان ينبغي عليهم أن يتعلموا. مفهوم هذا؟ لأن أرى شيخنا زمان قال لي أنت حينما تقوم بخطبة الجمعة وتخطئ في اللغة العربية فهذه قلة أدب. مفهوم هذا؟ هذه قلة أدب، هذا عيب كبير لا يليق بالإنسان. تفضل. وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء، وفيه وجهان. نعم. أحدهما أن يكون مستثنى من أحد. أيوة الله يفتح. وجاءت قراءة الأكثر على الوجه المرجوح. نعم. لأن مرجع القراءة الرواية. الله الرواية. الرواية. نعم. أنتم تعلمون أن القراءات مبنية على الرواية، فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم اتباعا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه ثلاثة الأركان، فلا بد أن تكون القراءة متواترة وأن تكون موافقة للغة. لكن هب أنها وافقت اللغة ولم تتواتر، لا يصح أن نقرأ بها، وهكذا.
نعم. والثاني أن يكون مستثنى من أهلك. أيوة. فعلى هذا يكون النصب واجبا. الله. ولا يلتفت منكم أحد. الثاني بيقول إما يعني إيه النصب يكون مستثنى من أحد أو من أهلك. أهلك. في الأهلك اقرأوا الآية فأسري بأهلك معايا. نعم. ومثال الاستفهام قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. مرة أخرى قال ومن يقنط من رحمة. نعم. أيوة. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إلا الضالون. من أداة استفهام كأن الاستثناء هنا موجب ولا منفي؟ لأن الاستفهام بعكس الإيجاب. احنا قلنا إذا كان الكلام تاما موجب وجب النصب، لكن تام منفي يجوز الشيء. صح. هنا الاستفهام والنهي والنفي يجعل الكلام غير موجب. ولا اتفضل ولا يلتفت. ايوه انتهينا منها. الثاني قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون. نعم. قرأ الجميع بالرفع على أيوة. الدال من الضمير في يقنط. الله. ولو قرئ الا الضالين بالنصب على الاستثناء لجاز. لكن هل يصح لنا ان نقرأ بذلك؟ سؤال. الا الضالون كلهم قرأوا بالرفع على انه بدل، لكن هل يصح لنا الا الضالين؟ نعم. لا هو عربيا يصح، لكن في القرآن لا. لماذا؟ الله يبارك فيك. لما ايوه الله يكرمك. لما يا حضرتك؟ لأن القراءة سنة متبعة، فلا يصح لنا أن نقرأ حتى ولو كان صحيحا من الناحية اللغوية. فمن هذا؟ نعم. وإن كان الاستثناء منقطعا نعم. فأهل الحجاز يوجبون النصب فيقولون ما فيها أحد إلا حمارا. الله. نعم. وبلغتهم جاء التنزيل. الله. أهل الحجاز إن كان الاستثناء منقطع بمعنى أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، تقول ما فيها أو ما قام القوم إلا حمارا. حمارا عند أهل الحجاز النصب. وبلغتهم جاء التنزيل. أيوة. قال الله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. ما لهم به من علم إلا اتباع. هو الاتباع من العلم؟ الاتباع من العلم؟ لا. ولذلك قرئ بالنصب، فكأن لغة أهل الحجاز هي اللغة التي جاء بها التنزيل. ولذلك حتى في ما الحجازية تعرضنا فيما مضى لما الحجازية وبينت لكم أنها تعمل عمل ليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر إلا أنها بشروط، وتكلمنا عن الشروط. لابد أن يتقدم الاسم على الخبر، وألا تدخل إلا على الخبر. وما محمد إلا رسول. هنا لا تعمل. لما؟ حيث دخلت إلا على من؟ على الخبر. لابد أن يتقدم الاسم ويتأخر الخبر، وألا تدخل تأتي بعد ما إن. لا أقول ما إن، فإن ورد ذلك يبطل العمل. والشاعر يقول بني غدانة ماء أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. بني غدانة يعني يا بني، منادى مضاف. بني غدانة ماء أنتم ذهب. هنا أنتم الاسم وذهب مرفوع وهو الخبر. لما لم تعمل؟ حيث دخلت جاءت إن بعد ما، فأصبحت غير عاملة. والقرآن جاء بلغتهم. الله تعالى يقول ما هذا بشرا، ويقول ما هن أمهاتهم.
وأما ما التميمية فلا تعمل عمل ليس كأنما الحجازية جاء القرآن مؤيدا لأهل الحجاز وهنا كذلك. فإن كان المستثنى موجود لكن استثناء منقطع ليس من جنس المستثنى منه وكان الكلام غير موجب فعند أهل الحجاز يعملون النصب وعند غيرهم هنا لا تعمل. اقرأ تفضل. وبنو تميم أيوة. يجيزون النصب والإبدال آه. ويقرؤون إلا اتباع الظن يعني هم أجازوا حتى الإيه أجازوا الإتباع أحسن يعني إلا اتباع الظن أيوة. إلا اتباعه ما قام القوم إلا حمار على بالرفع على أنه بدل من العلم كما بينا باعتبار الموضع ماشي. ولا يجوز أن يقرأ بالخفض على الإبدال منه باعتبار اللفظ نعم. لأن الخافض له من الزائدة نعم تفضل. واتباع الظن معرفة موجبة أيوة. ومن الزائدة لا تعمل إلا في النكيرات المنفية نعم. أو المستفهم عنها أيوة. وقد اجتمع في قوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور أيوة نعم. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت نعم. فارجع البصر هل ترى من فطور أيوة. اقرأ التعليق بتفضل. مجيء من أيوة. الموضعين أيوة. حرف جر زائد لأن أيوة. كل من تفاوت أيوة. وفطور نكرة الله. لكن من يا سادة في القرآن لا يقال زائدة تأدبا وإنما يقال صلة من تفاوت من هنا دخلت على النكرة وهي إيه تفاوت من تفاوت نعم. مجيء من في الموضعين حرف جر زائد لأن نعم. كلا من تفاوت وفطور نكرة أيوة. وسبقت في الموضع الأول بنفي أيوة. وفي الموضع الثاني باستفهام جميل جميل نعم. وإذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وجب نصبه مطلقا نعم. أي سواء كان الاستثناء منقطعا نحو ما فيها إلا حمارا أحد الله. اسمعوا يا سادة مسألة مهمة. ما الحكم إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وجب النصب قولا واحدا وجب تقدم المستثنى على المستثنى منه وجب النصب نقول من يأتي بمثال المثال الذي معنا ما فيها إلا حمارا أحد ما فيها إلا حمارا أحد الأصل ما فيها أحد إلا حمار قلنا ان الحمار يجوز في كم وجه لا في وجهين صح ايوه عند اهل الحجاز الرفع والنصب الرفع على انه بدل والنصب على الاستثناء ومنقاطع لكن ما الحكم اذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وجب النصب وهذه عبارة جميلة جدا ايوه ما فيها ايوه ما فيها الا حمارا أحد في سورة الحديد المولى أتفضل نعم في سورة الحديد نعم نعم إلا رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله مش ده برضه استثناء منقطع ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء نعم 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 أي اتفضل أو متصلا نعم. نحو ما قام إلا زيدا القوم لا شك إن زيد من القوم وهنا وجب نصب من نصب زيد لما لأنه تقدم على المستثنى منه نعم. وهناك أبيات مشهورة لشاعر محب الآل البيت اسمه الكميت يقول اتفضل وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا وما لي إلا آل أحمد أيوة شيعة بالرفع صح هذا صح لا آل بالنصب لكن شيعة بالرفع أيوة وما لي إلا آل أحمد اعرب يا شيخ اعرب كده حضرتك البيت اعربوا البيت ما مالية الواو عاطفة أيوة مالية نافية لا عمل لها جميل لي متعلق بمحذوف أيوة بمحذوف خبر مقدم أيوة
إلا حرف استثناء. جميل. آل اسم منصوب على الاستثناء. جميل، لأنه متقدم. نعم. أحمد مضاف إليه مجرور ممنوع من الصرف. أنتم تعلمون أحمد ممنوع من الصرف للعلمية و وزن الفعل. نعم. شيعة فضل. شيعة مبتدأ مؤخر مرفوع. شيعة مبتدأ مؤخر مرفوع. فالكميت رضي الله عنه وهو شاعر محب وله مدائح نبوية، ومن أراد المزيد فعليه بكتابي المدائح النبوية. الله يبارك فيك. صح هذا للدكاترة زكي مبارك، لأنه أخذ أكثر من دكتوراه، لكن يعني كان الرجل عالما، فهذا الرجل جمع المدائح النبوية فتكلم عن قصيدة كعب ابن زهير، قصيدة بانت سعاد التي مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم عن الإمام البوصيري وعن بردته. أمن تذكر جيران بذي سلمي، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. وتكلم عن الهمزية، كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء. وتكلم عن كثير من المدائح النبوية، وتكلم عن الكميت رضي الله عنه وهو من شعراء آل البيت. نسأل الله أن يرزقنا حب آل البيت وحب آل النبي. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضيا بماء العيون، أنا والله مغرم بهواهم عللوني بحبهم عللوني. حب آل النبي، حب آل النبي خالط قلبي. أبيات فيها رقة وجمال. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضيا بماء العيون، الضياء كاختلاط الضيا بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضيا بماء العيون، أنا والله مغرم بهواهم، أنا والله مغرم بهواهم عللوني بحبهم عللوني. وإني محب لطه، ومن يحب النبي فحاشا يضام، نبي كريم رؤوف رحيم عليه الصلاة وأزكى السلام. نعم. وإنما امتنع الإتباع في ذلك لأن التابع لا يتقدم على المتبوع. الله، عرفتم الحكمة؟ لما امتنع هنا يعني الإتباع؟ قال التابع لا يتقدم على المتبوع، يبقى النصب فقط، لأن في بدل ومبدل منه. يا سادة، هل يصح في البدل أن يتقدم على المبدل منه؟ لا، البدل بعد المبدل منه، ومن هنا وجب النصب. نعم. نعم. فهنا لا، يعني لا يصح أن تقول مثلا وما لي إلا آل أحمد، لا تقول وما لي إلا آل أحمد شيعة. لماذا؟ لأن لا يصح أن تقول إن آل بدل. لماذا؟ لأن البدل لا يتقدم على المبدل منه. نعم. رب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.